رفض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مشروع قرار فلسطيني يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي في غضون 3 سنوات، إذ لم تصوت لصالحه إلا 8 دول من الدول 15 الأعضاء في المجلس. أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها تراجع الدور الذي أصبح يمثله مجلس الأمن الدولي في حماية الأمن والسلم العالميين، وكذلك أدانت تنازله عن دوره الأساسي الذي تشكل من أجله. رحب وزير الخارجية الإسرائيلي أفغيدور ليبرمان برفض مجلس الأمن للقرار الفلسطيني، مشيرا إلى أن هذا القرار يعلم الفلسطينيين حقيقة عدم تمخض الاستفزازات والمحاولات لفرض إجراءات أحادية على إسرائيل عن أي إنجاز. طبيعة الحال من حق ليبرمان ان هو يعني يتحدث بهذا الاستعلاء ويقول والله يعني ان ربما يكون هذا درس لفلسطين، انما هناك من يرى ان حديث ليبرمان ابدا لم يكن موجها فقط لفلسطين، بل موجه ل 22 دولة عربية منهم فلسطين. سيد عبد القادر، لماذا برأيك لم نلحظ حتى قمة على مستوى القادة لتبني هذا المشروع الذي تم الاتفاق عليه في اجتماعات ثنائية مثلا؟ شوف، أنا رأيي أن الدول العربية ليس هناك ما يحثها على التقدم في خطى يعني معقولة في اتجاه القضية الفلسطينية. والحرب الأخيرة اللي كانت على غزة في يوليو أغسطس الماضيين لم نسمع رئيسا عربيا واحدا يدين العدوان. ما فيش. ازاي؟ لا، كان فيه مين؟ لا، انا فاكر عندنا في مصر مثلا وغيرهم. ايش لا فكرة العربية. لا ايش قال فكره الادانه. فكره الادانه سهله. حتى الادانه بتاعت زمان اللي كنا بنضحك عليها ما طلعتش من حد، لانه شوف وزير الخارجيه المصري طلع تصريح ادان العنف، وكمان لما صارت الاحداث اللي في العنف يعني من الطرفين يعني ما حصلش. لا، مصر ادانت العدوان. لا وزير الخارجيه ادان العنف، والاحداث اللي في القدس كمان ادان العنف، بينما طلع هو نفسه بيان عن بوكو حرام شديد اللهجه. طب ليه؟ ما الاسرائيليين لسه اولى. يعني انا رايي انه القضيه الفلسطينيه تراجعت على الاجنده الرسميه العربيه. الشعوب غلبانة، ما هو الشعوب زي ما انت شايف هيهم لهوها ليبيا ورجعوها 100 سنة لورا، وكذلك سوريا وكذلك العراق واليمن، والله يستر الباقي. فالشعوب العربية ملهية مش قادرة تاخد حقوقها هي، وبالتالي الشعوب معذورة لكن الحكام مش معذورين. وانا اذكر في هذا الصدد انه قرار مجلس الجمعية العمومية للأمم المتحدة في 29/11/47 بتقسيم فلسطين خرج من القاهرة، وكان سكانها أياميها في حدود 4 مليون نسمة مليونية لأول مرة تندد بهذا القرار. الحرب الأخيرة كانت أبشع من التقسيم، مع ذلك ما حدش تحرك إلا يعني في ندوات ومحاضرات خفيفة. لا صحيح، لم نلحظ مظاهرة. صحيح، لم نلحظ مظاهرة حاشدة ضخمة ولا ندوة، إنما لاحظنا أن كل القادة العرب يعني كالعادة خلينا نقول أدانوا الاعتداء الإسرائيلي الوحشي على المدنيين. لا مش صحيح. أستاذ أشرف صحح لي. يعني أنا بس عايز أفكر الأستاذ عبد القادر ياسين بأنه يعني أنت كنت عايز قمة عربية للدعوة للاعتراف بفلسطين. انا ما طلبتش قمه عربيه. وبتتكلم على الادانات، خليني اقول لك على الوضع العربي. تونس فيها كان انتخابات، سوريا فيها الحرب، اليمن فيها الحرب، العراق فيها داعش، ليبيا فيها التقسيم وفيها الحرب، قطر الخلاف بينها وبين مصر. يعني تقريبا تلتين الدول العربيه في حاله مشاكل داخليه. فأي قمة عربية مين اللي هيجتمع ومين اللي هيجي وهم عندهم مشاكلهم الداخلية؟ خليني أقول لك من حاجة تانية مهمة جدا، الخلافات الفلسطينية هي كانت سبب في إحباط الناس. إحساس الناس مثلا أنه حماس يعني تدخلت في الشأن المصري والشأن السوري وما إلى ذلك، خلى حماس الناس لإدانة العدوان في الحرب الأخيرة رغم تعاطف الناس مع غزة وأهل غزة أقل.
الناس كانت مذهولة من كم التدخلات اللي حصل، وانت طبعا عارف جيدا ما الذي حدث في سوريا، وازاي ان سوريا كانت اكتر دولة بتقتطع من قوتها وتدي الحماس وحزب الله وايران، وما ان حدثت يعني الحرب الاهلية في سوريا الا ويعني وحملت حماس علم الاخوان المسلمين وانضمت للمعارضة، والاسلحة اللي كانت بتاخدها من حزب الله عشان تحارب بيها اسرائيل حاربت بيها الجيش السوري، ومعركة القصير خير مثال. لكن أدانت مصر وأدانت الدول العربية بلا استثناء كلها تقريبا العدوان الإسرائيلي، وكان المبادرة المصرية واضحة والإدانات من بداية الحرب لنهايتها، لكن الحماس الشعبي بالفعل كان أقل من الأول. أستاذ محمد، عندك الأول بس عاوز أعرف وخلي المشاهد الكريم برضو يطلع على حقيقة الدور الذي قامت به لجنة العلاقات الخارجية بالحزب المصري الديمقراطي، وهنا يعني اسمح لي لا اريد يعني فكره التمجيد في الحزب المصري الديمقراطي لا تشغلني كثيرا، انما يشغلني كثيرا فكره الدور الحزب العربي. ماذا تستطيع الاحزاب العربيه ان تفعل اذا ما اشاءت؟ هو الحقيقه الموضوع بيتعلق مش الدور اللي ممكن يقوم بيه عن طريق اللي حصل مع المصري الديمقراطي. اللي حاصل هو اللي عن طريق الدكتور حسين جوهر رئيس لجنه العلاقات الخارجيه عند الحزب، هو التواصل مع البرلمانات او الاحزاب الديمقراطيه الاجتماعيه مثلا في السويد. احنا في السويد احنا ما مشتركين مع الحزب، بينا تبادل تمام وشراكات مع الحزب الديمقراطي الاجتماعي في السويد، واعتقد ان هم اقدر مني ان هم يذكروا بالتفصيل الواقع اللي حدث واللي على اساسه حركه حماس، والسيد حسام مسؤول الخارجيه في حركه فتح توجه بشكر لينا في على هذا الدور. هي فكرة التواصل الدبلوماسي أو فكرة التواصل عن طريق المنتديات، المنتدى الاجتماعي الديمقراطي. هذه المنتديات أو المؤتمرات الدولية هي اللي بتتيح لبعض من يستطيع التحرك أو من يرغب في التحرك على التحرك، لكن خلينا أقول إن ده مش الشيء المنتظر من الجميع. يعني حتى فكرة وجود تنسيق حول القضية هو الموضوع غائب من فترة على الصعيد العربي وحتى على الصعيد الفلسطيني. الصعيد الفلسطيني أيضا في حركة فتح ليست وحدها داخل فلسطين، ليست وحدها داخل الضفة، في أيضا المبادرة الوطنية اللي بيقودها الدكتور مصطفى البرغوثي، واللي كانت بتنادي مرارا وتكرارا بوجود مظلة ما أو وجود تنسيق بين الفصائل الفلسطينية لوضع استراتيجية لمواجهة هذا الاحتلال. حتى هذا التنسيق داخل فلسطين نفسه غائب. القضية أعمق من التواجد العربي أو تواجد الأنظمة العربية في المشهد. حتى الداخل الفلسطيني للأسف هو ضحية لبعض الصراعات، حتى الداخل الفلسطيني هو ضحية تلاعب بعض أجهزة المخابرات العربية اللي كان واضح القصة فيها من قبل الثورات العربية، كان التدخل بشكل ما أوضح. كان في بعض الأنظمة العربية الموجودة كانت بتكتسب جزء من شرعيتها الأخلاقية لأنها لا تستند على شرعية حقيقية، كان جزء من شرعيتها الأخلاقية هو رفع شعار المقاومة، وكان بعضها اللي بيرفع شعار المقاومة كانت أراضيه أصلا محتلة من الجيش الإسرائيلي. فأعتقد أنه لازم أقول لك جملة هنا، أن هناك من يقول أن في ظل رحيل من تسميهم أنت بذاك انهارت القضية وانهار الدعم لها. حقيقي حتى الشعارات ايضا، حتى الشعارات التي كانت لا تكفي هي ايضا اختفت. القضيه اعمق من ان بيانات الشجب او الادانه او بعض التحركات من هنا وهناك. القضيه هي فعلا سقوط لقضيه فلسطين من على الاجنده او تراجع في الاولويه، وده واضح بشكل حقيقي، واعتقد حرب غزه الاخيره كانت مثال على ذلك. يعني مثلا في 2008، خليني اقول نقطه سريعه، في 2008 حتى كان التحركات الانظمه العربيه كانت بطيئه وكانت متاخره، لكن حتى الشعوب كانت بتحاول انها صحيح. تمارس حقها في التعبير، في الخروج، في صحيح. مظاهرات، واللي كان حاول حتى 2008 كان فيها المظاهره بتاعه الاستاد اللي تقدمها جمال مبارك، ولا 2006؟ لا ما كانش فيها 2008 كان. طيب ماشي. طيب استاذ اشرف عندك تعقيب؟ اتفضل. يعني هو الاستاذ محمد بيتكلم على دور الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والتواصل مع الاحزاب الديمقراطيه الاجتماعيه في السويد وما الى ذلك.
خلينا اقول له ان ده مش جديد، وانه كلنا طبعا عارفين الاشتراكيه الدوليه واحزاب الاشتراكيه العربيه كلها كانت بتتواصل مع الاحزاب الاشتراكيه في اوروبا وفي العالم اجمع من اجل يعني الدعوه لاقامه الدوله الفلسطينيه والتحرير فلسطين والحقوق المشروعه للشعب الفلسطيني. ده مش جديد، ده موجود وموجود من زمان. نمره واحد. نمره اتنين، برك احنا مش عايزين ننسب الفضل لحزب او لدوله ما، لا، الرئيس ابو مازن من سنين طويله والحكومه بتاعته مركزه على هذا الملف، ازاي هو ينال الاعتراف. وطبعا فاكرين قبل كده في اخر 2012 لما حصل في الامم المتحده الاعتراف بالدوله الفلسطينيه كدوله غير عضو في الامم المتحده، اي يعني دوله مراقب، كان برضك مجهود وكان علاقات. السويد زي اسبانيا زي ايرلندا زي بريطانيا زي فرنسا مجهودات على مدى سنين. معنى ان وجه الشكر للحزب يعني شيء من طرف من الاطراف، لكن هو دور يشكر. تمام. خليني اقول لك بقى فيما يتعلق بالتنسيق العربي، لا كان في تنسيق عربي كبير جدا الفتره اللي فاتت من قبل تقديم مشروع القرار، لكن مشروع القرار قدم بشكل مفاجئ، كان المفروض انه لسه قدامه وقت بعد تعديلاته تقصد؟ لا، مشروع القرار كان في نيه لتقديمه لكن كان في تماهل، كانوا لسه ما اختاروش الوقت، وكان ربما بعد بدايه العام الجديد وبعد ما تنضم اعضاء جدد للمجلس الامن الدولي، لانه التجديد اللي بيحصل للاعضاء غير الدائمين. لكن حادث استشهاد الوزير زياد ابو عين خلى الرئيس ابو مازن يحاول الرد سريعا على اسرائيل بتقديم مشروع القرار لمجلس الامن، والبعض بيعاتبه على انه تسرع، لانه مجلس الامن الجاي ممكن يكون في دول صديقه لفلسطين اكتر. لكن طيب، برك حصل مفاجاه، وكان الكل ضامن ان في 9 اصوات على الاقل مع الطلب الفلسطيني او الطلب العربي. المفاجاه ان هو نيجيريا قبل التصويت بدقائق غيرت رأيها، كانت مبلغة الفلسطينيين والعرب انها هتصوت مع القرار ولكنها امتنعت. وامتنعت ليه؟ امتنعت لان الامريكان من تحت لتحت وعدوهم ان هيدولهم اسلحة حديثة لمواجهة بوكو حرام ومواجهة الارهاب وما الى ذلك. بعد الفاصل، ما كل هذا الصخب حول رفض مجلس الامن لمشروع القرار الفلسطيني؟ ما يعني الصغار قبل الكبار مدركين تماما ان هيتم الرفض حتى ولو كان بالفيتو. صحيح لم ياتي بسيف الفيتو، جاء بسيف قله الاصوات، صحيح، انما كذلك يبدو ان هناك تدابير اخرى على الطريق. يبدو ان اجنده السلطه الفلسطينيه معها مفاتيح اخرى، فكره التقدم الى الجنائيه الدوليه. ربما سنشهد كذلك مفاجآت بعد الفاصل.